السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي الحلوين عاملين ايه؟ احنا النهاردة هناخد معانا حساب KG1. احنا معانا حاجة اسمها قطر الأعداد. يعني ايه قطر الأعداد؟ يعني القطر اللي بيركب فيه الأرقام. أول رقم بيركبه في القطر رقم واحد، بعد الواحد اتنين، بعد الاتنين تلاتة، بعد التلاتة أربعة، بعد الأربعة خمسة، بعد الخمسة ستة، بعد الستة سبعة، بعد السبعة تمانية، بعد التمانية تسعة، بعد التسعة عشرة. برافو علينا يا كيجي. بعد العشرة حداشر، بعد الحداشر اتناشر، بعد الاتناشر تلاتاشر، بعد التلاتاشر اربعتاشر، بعد الاربعتاشر خمستاشر، بعد الخمستاشر ستاشر، بعد الستاشر سبعتاشر، بعد السبعتاشر تمنتاشر، بعد التمنتاشر تسعتاشر، بعد التسعتاشر عشرين، بعد العشرين واحد وعشرين، بعد الواحد وعشرين اتنين وعشرين، بعد الاتنين وعشرين تلاتة وعشرين، بعد التلاتة وعشرين أربعة وعشرين، بعد الأربعة وعشرين يا كيجي خمسة وعشرين، بعد الخمسة وعشرين ستة وعشرين، بعد ستة وعشرين سبعة وعشرين، بعد سبعة وعشرين تمانية وعشرين، بعد تمانية وعشرين تسعة وعشرين، بعد تسعة وعشرين تلاتين. بعد تسعة وعشرين كام؟ تلاتين. بعد تلاتين واحد وتلاتين. ايه ده؟ ده احنا عندنا بعد الواحد وتلاتين ايه تاني؟ اهو برافو علينا، اتنين وتلاتين. بعد الاتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين. يبقى احنا النهاردة هناخد رقم اتنين وتلاتين. يلا انا بقولهم، اول حاجة بنطقها بكتبها اتنين اتنين وتلاتين. يبقى انا نطقت الاتنين الاول بعد كده التلاتين. اتنين وتلاتين. يلا تاني، ها اتنين وتلاتين. برافو عني يا كيجي. بعد الاتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين. يلا تاني يا كيجي، ها تلاتة وتلاتين. برافو. بعد الاتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين. يبقى اللي انا بنطقه الاول يا كيجي هو اللي بكتبه. برافو علينا. كلنا فاكرين مش احنا خدنا الجمع يا كيجي مع بعض؟ مش احنا كلنا فاكرين الجمع؟ اه كنا بنحط ايه؟ احنا قلنا ان احنا بنحط في مخنا وبنطلع على ايدينا. يبقى انا عندي هنا كام؟ اتنين. عندي كام؟ اتنين. اتنين في مخي والواحد على ايدي. الاتنين في مخي والواحد على ايدي. يلا يا كيجي، بعد الاتنين تلاتة. برافو عني. بعد الاتنين تلاتة. برافو عني. هنا كام؟ اربعة. الاربعة فين يا كيجي؟ قلنا في مخي. وبعد الاربعة فين؟ في مخي والاتنين على ايدي. بعد الاربعة خمسة ستة. بعد الاربعة خمسة ستة. برافو عني يا كيجي. طب هنا بقولك ايه؟ عد واكتب العدد. يعني ايه؟ يعني انا اعد الحاجات دي واكتب عدد. يلا نعد مع بعض. طب احنا اتفقنا ان احنا اللي بنعده بنشطب عليه عشان ما نتلخبطش ونرجع له تاني. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يبقى احنا عندنا كام؟ تسعة. برافو علينا يا كيجي. عندنا كام؟ تسعة. طب يلا يا كيجي نعد هنا تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين. برافو عليكم يا كيجي، شاطرين خالص. طب يلا يا كيجي، عندي حاجة تانية اسمها اكتب العدد التالي. يعني ايه؟ يعني عندي عدد او رقم بيجي بعدي رقم على طول. يبقى انا عندي رقم اربعة. بعد الاربعة كام يا كيجي؟ خمسة. برافو علينا. بعد الاربعة خمسة. طب انا عندي تمنتاشر. تمنتاشر. بعد التمنتاشر تسعة تاشر. برافو علينا يا كيجي، تسعة تاشر. انا عندي هنا كام؟ اتنين وعشرين. اتنين وعشرين. بعد الاتنين وعشرين تلاتة وعشرين. واحنا قلنا ان احنا اللي بنقوله الاول هو اللي نكتبه. انا قلت اتنين وعشرين بعدها تلاتة. برافو عليك يا كيجي، تلاتة وعشرين. برافو عليك يا كيجي.